ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين برباط رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ووزير الشؤون الخارجية الألباني ديتمير بوشاتي قد شكل مناسبة أكد خلالها الجانبان على علاقات الصداقة الطيبة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الألبانية، مع التذكير بالقواسم المشتركة بين البلدين من موقع جغرافي استراتيجي في منطقتيهما، وكذا علاقات شراكة متميزة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشكل روافع متميزة للدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات. وقد سجل رئيس الحكومة ووزير الخارجية الألباني بارتياح توقيع البلدين على اتفاقية عدم الازدواج الضريبي وتحضيرهما لبنود اتفاقية حول حماية الاستثمارات، علاوة على التحضير للقاء بين رجال الأعمال. البلاغ أضاف كذلك أن الجانبين تناولا سبل الاستفادة من التجربة التي ركمتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين في مجال التأطير الديني وتكوين الأئمة، والعمل على نشر قيم التسامح والتعايش ومناهضة كافة أشكال التعصب الديني والتطرف.